السلام عليكم أعزائي الكرام. كان يا مكان فقدي من الزمان، كان الخير في كل مكان، وكانت الريشة تقهر الميزان، وكان العمى يتخطى الأسوار والحيطان، وكان الشيخ يقطع الويدان، والعرصة كانت كتغدي القبيلة وتزيد الجيران. كان وكان حتى كان. كان الزوج ناعس وغرق في نعاسه، وقدامه مراته اللي كانت حتى هي ناعسة، ولكن المرأة سمعت شي أصوات وحركة في الدار، وتأكدت باللي كاينة شفارة في الدار، وهي تفيق رجلها بالخف، ولكن ودقول هو بغى يفيق، بقات كتحاول تفيقه وتحركه وكتعيط عليه بزاف ديال المرات حتى فاق. وهي تقول له: اسمع وما تخافش من اللي غنقول لك، كاين الشفارة في الدار، سمعتهم كيتكلموا، والاغلب كاين جوج في الدار، يلا نوض بشويه وجيب شي موس او عصا وهجم عليهم، انا نغوت وديك الساعة يخافوا ويهربوا. الراجل وجهه ولا صفر، وسنانه بداو يضربوا ببعضهم، وجاته الخلعة وهو يقول له: ها شفارة؟ ها الشفارة في الدار؟ اويلي على مصيبة. وجر الغطا فوق وجهه وبغى يرجع ينعس. وهي تلكزو المرأة ديالو معصبة وقاتلو: اوي لعلى خوف، نوض يا هاد الراجل وما تخافشي، انا عنغوت ونحيح حتى يسمعوني الجيران ويخافوا الشفارة، وانتي نقوم وتسلح بشي حاجة وهجم عليهم. وزولتلو الغطاء وشدت في دراعه وقالت: نوض هاد الراجل وما تخافشي. لكن الراجل كان كيترعد وعلين يموت بالخلعة، خاصة ملي سمع صوت الحركة ديال الشفارة. وبالفعل الشفارة كانوا كيراقبوا ويسمعوا الحديث اللي داير بين الراجل ومراته، وبغى الراجل يتهرب من الهجوم على الشفارة، وهو يقول لمراته: اسمع اسمع، عندي واحد الحيلة حسان، نخليوهم يسرقوا وياخدوا اللي بغاو وحنا ما نعملوا والو، ونبقاو ساكتين ونعملوا راسنا ناعسين، وملي نحسوا بهم خرجوا من الدار انا عنهجم عليهم بالسكاكن والعصا، وانتينا ديك الساعه غوت وجمع الجيران ونشدوا الشفاره بلا ما نتعرض انا للخطر. كي جاتك الفكره واعره ياك؟ الزوجة بغت تعترض، ولكن الزوج كان مصر ينفذ الحيلة ديالو، وطلب منها تعمل راسها نعسة وتشخر بصوت مسموع، وحتى هو نفس الأمر باش يتأكدوا الشفارة بأنهم ناعسين وياخدوا اللي بغاو، وحتى يكونوا خارجين ديك الساعة يفاجأهم الزوج بالحيلة ديالو. ولكن الشفارة كانوا سمعوا الحديث اللي دار بين الزوجين، وهما يحيروا حيت الزوج ما عيقاومشي وعيخليهم يسرقوا، ولكن ملي عايجيو يخرجوا يقدروا يحصلوا. وكان واحد فيهم ذكي وصاحب دهاء وحيل، وهو يهمس نصحبه بالخطة اللي هيعملوها، ووصاه شنو يقول. ديك الساعة بقاو كيهضروا مع بعضهم وكيسمعون الراجل ومرته، وهو يقول واحد فيهم: ضيعنا غير وقتنا على والو، عينا صاحبي تسلقنا الحيوطة وفتحنا البيبان، ولكن شوف شنو جبرنا في الدار ديال هاد الراجل، والو غير المخدات وبراد قديم وحاجة تافهين ما تسواش حتى درهم، كنظن ما عدنا ما نسرقه هنايا غير يلا فحنا.
وزيدونا صاحبي منا نرحمو هاد الراجل ويعرف اللي حنا شفارة كرماء. وافق صاحبو وخرجوا من البيت ومشاو. بقى شوية الزوج كيتسنى ويتأكد باللي الشفارة مشاو في حالهم، وهو يقوم من فراشه وتبعاتو الزوجة ديالو. وكان سمع كلام ديال الشفارة وضحك الزوج وقال لمراته الحمد لله كيبانو شفارة كرماء، شفتي عزيت عليهم ومشاو في حالهم بلا ما يسرقوا حتى شي حاجة. وعلى أيين نجاهم الله من يدي، عرفتي كو كنت شديتهم كنت ناوي نقتلهم. ضحكت مراته اللي شافت كيف كانت حالته بالخوف والخلعة، ولكن حمدت الله حيت ما تسرقوشي. وزاد وقال دابا دخلت عليك بالله، ماشي كامل احسن ما تفيقنيشي. يلا يلا خليني ننعس، ومرة اخرى خصك تعرف القدرة ديال راجلك والذكاء ديالو. ونعس الزوج ونعست حتى الزوجة، وتسنوا الشفارة دقائق قليلة حيت هما في الأصل ما خرجوش من الدار، غير وهموا الزوج ومراته باللي سمعوه وتحركوا الشفارة بكل هدوء وخفة وجمعوا كل ما قدروا عليه وتسلوا من الدار. والزوج والزوجة ناعسين في نوم عميق. وهكذا مشات حكايتي من واد الواد ومن بلاد لبلاد، يحكيها الجداد للصبية والحفاد، وراكم فهمتوها يا الجواد. أعزائي شكرا لكم، وشكرا للدعم ديالكم، وشكرا لأنكم وصلتوا لنهاية القصة، وكنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنسوش شي تعليقكم زيون كيف حالكم، وبارتاجيو مع الحباب والصحاب. ومع السلامة، إلى قصة أخرى إن شاء الله.